الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد المرسلين والأنبياء وأولي الألباب والنهى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون، مر بنا قبل قليل يوم شريف هو من أيام الله تبارك وتعالى، ألا وهو يوم عاشوراء. وذلك اليوم نال شرفه حتى شرع الله تبارك وتعالى صيامه، ووعد الله تبارك وتعالى لمن صامه أن يكفر عنه سيئات السنة الماضية. ذلك لأن الله تبارك وتعالى أنجى فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون وجنوده. ولقد تكرر ذكر فرعون في القرآن كثيرا، ووصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف عديدة. ذلك ليرى المؤمن خلال ذلك مدى طغيان هذا المخلوق وسعة صبر وحلم الله تبارك وتعالى بمثله. أما فرعون فقد قال الله تبارك وتعالى عنه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال تعالى: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وقال تعالى: وضل فرعون قومه وما هدى. وقال تعالى: وما أمر فرعون برشيد. ولذلك قال له موسى عليه السلام كما حكى الله تعالى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فإن فرعون اجتمع فيه من المساوئ وصفات القبح ما تفرق في غيره، فإنه كان عاليا متكبرا، مفسدا مسرفا خاطئا طاغيا مضلا مثبورا. ولاجتماع هذه الصفات البالغة في الذم والقبح الغاية تجرأ على العباد، فزين له الشيطان أنه خير من موسى كليم الله عز وجل وعليه السلام، فقال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ثم ازداد به الأمر سوءا، حيث زعم أنه إله قومه ومنعهم عبادة غيره، فقال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري فقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ثم تجرأ، ثم بلغ به الأمر حتى بلغ في القبح الغاية وفي السوء النهاية، فزعم أنه رب من دون الله سبحانه وتعالى، فادعى الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى. عباد الله، قال العلماء: هذه الأحداث التي وقعت في قصة موسى وفرعون دامت زمنا طويلا، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله أن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، بعد أن قال: ما علمت لكم من إله غيري، بعد 40 سنة. ومع هذا، لما أرسل الله تعالى إليه موسى وهارون أمرهما قائلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي نهاية المطاف، لما حقت عليه كلمة العذاب وأيقن فرعون أنه من الهالكين، حاول أن يتكلم بشعار المؤمنين، كلمة توحيد رب العالمين:
كما قال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال جبريل عليه السلام: يا محمد، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، أي بطينه الأسود، فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. وفي رواية أخرى قال: خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله. سبحان الله، ما أحلم الله على عباده وإن عظمت ذنوبهم وإن بغوا وطغوا وأسرفوا في الطغيان، فرحمته وسعت كل شيء، ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ويمهل عباده ويقبل توبتهم ما لم تغرغر بهم أرواحهم. عباد الله، إن الدروس في قصة موسى عليه السلام وفرعون لكثيرة، وإن من أعظمها بيان سعة حلم الله ورحمته مع رجل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشر. فكيف بمن آمن بربه عز وجل وأسلم له وأطاعه؟ قال قتادة رحمه الله تعالى: يا ربي، إن كان هذا حلمك برجل قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.